عزوف ملحوظ من قبل خريجي المرحلة الإعدادية عن التقديم لكليات الزراعة، والأسباب تتعدد بنظر المراقبين والطلبة، إذ يعد إهمال الحكومة للقطاع الزراعي وعدم دعم المنتج المحلي مقارنة بالتسيب الحدودي الذي لا يحد من دخول المحاصيل المستوردة في مقدمة الأسباب، إلى جانب ضعف تعيين خريجي هذه الكليات مقارنة بنظرائهم من الأقسام والاختصاصات الأخرى. للمزيد نتابع تقرير زميل أحمد صلاح الدين. تعد كليات الزراعة من الكليات العلمية المهمة في المجتمع، فلها رؤية واضحة من خلال التميز والارتقاء في التطبيقات الزراعية من أجل الزراعة المستدامة، إضافة إلى إعداد وتهيئة كوادر زراعية متميزة وفق معايير الجودة التي تلبي متطلبات سوق العمل. لكن بالرغم من هذه المعطيات الإيجابية، نرى وبالآونة الأخيرة أن هناك عزوف من قبل الطلبة الذين أنهوا تعليمهم الثانوي من الالتحاق بكليات الزراعة، ربما بسبب ضعف وعي طلاب الثانوي وأولياء أمورهم. أسباب عزوف الطلبة عن كلية الزراعة والإقبال عليها لوحظ ذلك في السنوات الأخيرة كثيرا، إذ أن الطلبة اتجاههم الآن بدأ إلى الكليات الأهلية وإلى المعاهد الأهلية وإلى كليات المجموعات الطبية الأهلية. أولا، السبب الرئيس في ذلك أن الطلبة لا يوجد لهم، خريجين كليات الزراعة لا يوجد لهم سوق عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. فضلا عن ذلك، الطالب يتخرج من كلية الزراعة لا يجد من يستوعبهم، مع العلم أن كليات الزراعة هي كليات منتجة والبلد بلد زراعي ويحتاج إلى الزراعة ويحتاج إلى كافة خريجين كلية الزراعة من كافة أقسامها، سواء كانت أقسام علوم الأغذية أو المحاصيل الحقلية أو البستنة أو الإنتاج الحيواني أو التربة، كلها ترفد المجتمع بهذه الطاقات من الشباب والخريجين الذين يمتلكون الطاقات العلمية والعملية ليكونوا بنات في المجتمع. لذلك نقترح لكي يكون هناك ترجع الروح إلى كليات الزراعة، أولا إلزام القبول المركزي في كليات الزراعة حسب الخطط المرفوعة من الكليات ويكون قبولا مركزيا. اثنيا، أقترح أيضا أن يكون هناك رفع نسبة قبول خريجي الإعداديات الزراعية المهني، الآن 10% وفقط مسائي. حيث أصبحت ظاهرة العزوف ظاهرة اجتماعية يجب الوقوف أمامها، فكليات الزراعة لم تكن من الكليات المهمشة، بل كانت في فترة من الفترات من كليات القمة وخريجوها لهم مكانة اجتماعية كبيرة. الإشكاليات اللي موجودة الآن في القطاع الزراعي عموما، يعني واحدة من أساسيات وجود إهمال اليوم القطاع الزراعي أو عدم يعني إمكانية تطوير مجال القطاع الزراعي، وذلك من خلال المنتج الزراعي، من خلال تطوير أعمال النقابات الزراعية، من خلال الاهتمام بحماية المنتج. يعني واحدة من الأسباب اللي بصراحة اللي أدت إلى عزوف طلبتنا الأعزاء عن الالتحاق بكلية الزراعة هي عدم وجود فرص عمل. بالتالي كل هذه الأسباب اللي تطرقت لها أدت إلى أنه اليوم يكون هناك عزوف لطلبتنا الأعزاء عن الالتحاق بكليات الزراعة. للأسف الشديد، بلد مثل العراق بلد فيه خير كثير، أرض وماء والكثير من المقومات نجاح الزراعة بكل شقيها، الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني يشهد هذا التدهور. خطة تطوير القطاع الزراعي موجودة لدينا احنا في الأروقة التعليمية، وبإمكاننا بأنه نستطيع أنه نطور من القطاع الزراعي ونطور من يعني زيادة الإنتاج وجعل الطلبة يهتمون بهذا المجال، ولكن يحتاج هذا إلى تضافر الجهود من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية واللجان المختصة في سبيل تطوير هذا المجال. كلية الزراعة من الكليات المهمة على مستوى العالم، والزراعة هي أساس الحياة، والعراق بلد زراعي، لكن للأسف خلال السنوات الحالية
الخمسة الأخيرة لاحظنا عزوف الطلبة عن التقديم لكلية الزراعة، ويعني أسباب بسيطة جدا هي مثلا قلة التعيينات، وهذه الحالة طبعا تشمل جميع الاختصاصات الأخرى. وأيضا الكلية الزراعة يمكن القول أن الطالب يستطيع العمل في مجالات مختلفة جدا. طلابنا الخريجين أعدادهم لا توازي الأعداد التي يتخرج من باقي الكليات الأخرى، ولذلك بإمكانهم أن يحصلوا على وظيفة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص بشكل جيد. وهناك طلب كبير جدا على المهندسين الزراعيين في مجال الإنتاج الحيواني ومجال الوقاية وعلوم الأغذية بشكل كبير جدا في مجال القطاع الخاص لانتشار معامل الألبان وكذلك انتشار تربية الدواجن وتربية المشترات على مستوى العراق. نحتاج صراحة إلى توعية طلبتنا في مراحل متقدمة عن كيفية عن أهمية كلية الزراعة وعن كيفية الحصول على مصادر عمل مستقبلية للطلبة الخريجين. من جهتهم الطلبة أوضحوا أن ضعف إقبالهم على كليات الزراعة يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها أن الدولة نفسها لم تعد تهتم بتطوير الزراعة، فمقارنة بفترة الستينيات كان الإقبال وقتها على كليات الزراعة عالياً، لأنه كان هناك مشروع نهضة زراعي، وكانت الدولة تشجع الاهتمام بالزراعة في ذلك الوقت، والخريجون يجدون أمامهم فرصة كبيرة بالتعيين، وهذا هو الحلم الأكبر لكل خريج. أما الآن فلا يتم استقطابهم بالشكل الحقيقي والاستفادة منهم في سوق العمل. تعتبر كلية الزراعة من الكليات العريقة والكليات التي توازي بعض اللي تعتبر هندسة رسميا، يتخرج بصفة مهندس زراعي، لكن للأسف في بلدنا العراق لم نجد يعني دعم من الدولة، من القطاع الخاص، من القطاع العام، من تعيينات لطلبة كلية الزراعة، فلهذا صار بعض العزوف على كليات الزراعة. يعني أكثر الطلاب يقول لك أنا أروح كلية أضمن التعيين وأضمن راتب على مدى اللي مستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. عانت كلية الزراعة في الفترة والسنوات الأخيرة من عزوف الطلبة عن التقديم أو الدراسة في كلية الزراعة، والأسباب كثيرة، منها أن الطالب يتخرج بعد التخرج ماكو تعيينات، فيظل قاعد بالبيت لا تعيين لا مصلحة لا شيء، وماكو فرص عمل يعني حتى إذا على حسابه شيء الدولة ما تصرف له موازنة أو تنطي فلوس حتى يسوي مشاريع خدمية أو مكانات أو حقول، ما تساعد الدولة، فالطالب يتخرج يقعد بدون وظيفة. ولهذا أغلب الطلبة يقول لك أنا ما أروح على كلية الزراعة، ما بيها تعيين ولا بيها مستقبل. إذن لابد من وضع سياسة طريق علمية وحديثة تساهم في دعم القطاع الزراعي واستقطاب الطلبة بعد إنهائهم للدراسة الجامعية، فهذا ما سيجعل من الطلبة بأن يقبلون على كليات الزراعة والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم وبما يخدم المجتمع بشكل عام.